ثانيه لكابتن بينيتو فلاور المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، وبرحب بحضرتك يا فندم معانا. خليني في البدايه اسالك عن كيف قضيت الفتره الماضيه في ظل جائحه كورونا. Following the direction of the government, بعد قرار الحكومة الأسبانية بالبقاء في البيت، ظللت في منزلي وفي فترة الصباح وأحاول الحفاظ على لياقتي، وبعد الظهر ربما أمارس بعض كرة القدم على الجهاز التلفاز. هل أنت سعيد بعودة الدوري الأسباني مرة تانية؟ نعم، مهم جدا استئناف الدوري الأسباني لتحديد الفائز بالبطولة والمركز الثاني. أنا أوافق على هذه العودة ولكن دون جماهير أيضا. أتفق معك. هسألك سؤال كده خاص بمهنة التدريب، هل مهنة التدريب هي مهنة شاقة ولا أي درجة؟ هي ليست سهلة، دعني أقول، لا تعتمد أيضا على معرفتك وعلى شخصيتك وعلى إدارتك للأمور وعلاقتك أيضا مع رئيس النادي ومع اللاعبين الهامين والمتميزين في الفريق. معلومات كرتك من اللاعبين كمان المصريين اللي تعرفهم. معلوماتي وميدو عندما كنت في ريال مدرب للريال، ربما لاعب ميدو وهو كان لاعب متميز من الناحية الفنية والبدنية، وهو لاعب جيد جدا. الثاني المباراة الثانية عندما كنت في كأس العالم في اليابان وأيضا في بطولة الأمم الإفريقية، أسعى أحاول أن أتذكر اسم المدرب آنذاك أو اللاعب الآخر ربما، من الجوزيه، وكان أيضا كان أيضا متميز كمدير فني مانويل جوزي. وعندما أجريت محادثة وكنت أتحدث عن طرق الهجوم، هل لو أتيحت فرصة تدريب أحد الفرق المصرية هتلبي هذه الدعوة؟ لو طرح مرة تانية تدريبك لأحد الفرق المصرية هتوافق؟ I can understand you. ربما أجد صعوبة في سماع السؤال. طيب أكلمك عن محمد صلاح، ماذا عن محمد صلاح وهل توافق أن ينتقل للدوري الأسباني وإلى أي نادي يتلائم أسلوب اللعب مع محمد صلاح؟ محمد صلاح لاعب هام جدا، وبالتالي أي فريق في أو نادي في العالم يتمنى ويكون سعيدا إذا لعب محمد صلاح لهذا الفريق، لأنه لاعب خطير جدا وفي نفس الوقت هو مقاتل وشرس في أرض الملعب، وبالتالي من الجيد جدا لأي مدرب يتمنى أن يكون لديه لاعب مثل محمد صلاح، وأتمنى أن يلعب لريال مدريد أيضا وعندما كنت مدربا. ماذا عن المنافسة اللي اشتدت حاليا في الدوري الأسباني ما بين الريال والبارسا، وخلاص يمكن بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة أصبحت المنافسة قوية بشكل كبير جدا؟
هذا طبيعي. ريال مدريد وبرشلونة كما تعلم هما الفريقان الأوائل، وربما يتبقى 3 أو 4 مباريات لحل الموقف ومن الفائز، وستكون المباراة ربما الحاسمة في النهاية حتى ندرك من الفائز بالبطولة. بعد مشاهدتك للفريقين، شايف مين أقرب للحصول على اللقب بعد العودة من التوقف الخاص بجائحة كورونا؟ أعتقد ريال مدريد في هذه اللحظة هو الأقرب للحصول على اللقب والفوز بالمباريات القادمة، ولكن ربما الأمور تحتاج إلى بعض الصعوبة، وهو أيضا هو فريق متميز ويؤدي كرة قدم من أجل تحقيق والوصول إلى نهائي البطولة رغم صعوبتها. هسأل عليك سؤالي وأعيده عليك مرة تانية الخاص بالتدريب في مصر، هل لو عرض عليك تدريب النادي الأهلي أو الزمالك ستوافق القيادة الفنية لأحد الناديين في مصر؟ أنا مدرب محترف، وبالتالي ليس هناك مشكلة على الإطلاق أن أدرب أي فريق ويكون فريق جيد، لأنني أنا أعشق كرة القدم، وبالتالي أريد نادي قوي ورئيس نادي متميز ولاعبين متميزين من أجل أن أحقق معهم بطولات ممكنة أو بطولة الدوري، وبالتالي ليس لدي مشكلة لقبول العرض، ولكن كما تعلم ليس لدي وكيل للاعبين في مصر لكي أتلقى هذه الدعوة. بتمنى لك كل التوفيق وبشكرك لوجودك معنا في أون تايم على شاشة أون تايم سبورت.